الدوري المطروح في ملعب جندوبة قبل انطلاق المباراة يتعلق بمصير المدرب محمد جلاسي اللي كثر الحديث حول انتهاء علاقته بفريقه بعد تراجع النتائج في الجولات الأخيرة. ولا آخر فرصة محمد جلاسي كما قلت لك من المرة الأولانية، محمد جلاسي مش غريب على جندوبة، حتى كان اليوم في جندوبة غدو مش في جندوبة، يبقى ديما جندوبة في القلب، والجمهور هذا يعني خاصة الجمهور عزيز يعني اللي ساندنا فيه، وهذيك هي طبيعة العدل. في النتائج الإيجابية الناس كل تساندك، في النتائج السلبية يقع شوية نقد واحد ونحق الجمهور كاو. وقع اتصال بسمير الجويلي، وكما في بالكم يظهر لي سي محمد جلاسي باش يحب يغادر الفريق، هذا هو الى حد الان هذه الوضعيه الموجوده قبل الماتش. ترى كيما هكا قدام معناها لو بوت معناها باش تولي مسؤوليه دوب اليوم ان شاء الله. انت حاضر؟ حاضر ان شاء الله، ديما محرز حسني موجود معناها من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 100 ان شاء الله موجودين، والناس الكل موجوده ان شاء الله اليوم، ومعناها باش نرجعوا شطر عثره اللي تعثرناها في ماتش الصاد ان شاء الله، ونرجعوا لحبال متغشين عليه شويه، وان شاء الله نرجعوا ثقه اليوم ان شاء الله. لقاء المنهزمين في الجوله الماضيه تلعب على بعض الجزئيات، والمنعرج حصل في الدقائق الاربعه الاولى. عبد المجيد بن بلقاسم ينطلق من وسط الميدان ينفرد بالراتولي، وحرس جندوبه يتصدى ويرجع الكره امام المسرد، يسدد وتسديدته ما كانتش بالقوه اللي تنجم تغلب الشرفي على الخط النهائي للمرمى. الهدف اللي كان في اقدام بن بلقاسم تحول بسرعه للجهه المقابله، ركنيه ينفذها العياري، وانيس الترخاني بالراس يعطي الاسبقيه لجندوبه ويسجل الهدف الوحيد للمباراة. سي محمد هذا أفضل سيناريو لجندوبة الرياضية. والله صحيح أفضل سيناريو، أنا مستير تحط لها فرصة كانت نجم تسجل، ويعني خدمناها في التمارين خاصة الكرة الثابتة الأولانية يلزمها أكثر الأنجاجمون، وتحققنا المراد إن شاء الله نكملوا هكا. الفريق المحلي كان قريب من إضافة الهدف الثاني لو تمكن عدنان العبيدي من وضع الكرة في الشباك إثر نجاحه في تجاوز قيس مخلوف ومنتصر الخمار وانفراده بمحرز حسني. الشوط الثاني تعدد فيها الفرص لصالح الاتحاد المنسيني عن طريق عبد المجيد بن بلقاسم اللي ما لقاش طريق الشباك، وحتى المخالفات المباشرة اللي نفذها المصراتي وعلي بن عبد القادر ألقى الراتولي في إبعادها عن شباكه في وقت عانى فيه الفريق المحلي من تعدد الإصابات في صفوفه. سيطرة الاتحاد المنستيري دفعت بالمدرب جلاسي إلى إقحام خالد بركة في محاولة لتنشيط خط هجومه، لكن الاتحاد كثف من ضغطه واتيحت له فرصة ثمينة عن طريق منتصر خمار في الدقيقة 66 لما سدد بجانب المرمى، أو كذلك عن طريق بوكونغ إثر مخالفة أكدت مرة أخرى تألق الحارس الراتولي ومساهمته في المحافظة على هدف الدقائق الأولى. جندوبة عادت لأجواء الفوز، وسؤال البداية يبقى معلق بعد الانتصار، هل يرحل جلاسي أم يواصل؟ سي محمد رئيس الجمعية قال لي أنت طلبت باش تغادر الفريق، يظن لي بعد الانتصار هذايا بدلت رأيك. والله مش حكاية نغادر الفريق مش نغادر الفريق، يعني شوية أجواء يعني مشحونة بشوية غضب بتاع الجمهور. تو شنو موقفك النهائي؟ والله مازال ثم هيئة مديرة ومازلنا لا المديرة تقول مشابقة تقول مشابقة محمد جلاسي هو يحب يغادر الفريق. مشابقة لا لا إن شاء الله إن شاء الله مشابقة يا ولدي ماهوش باش ينقل. إن شاء الله قاعدين في جندوبة إن شاء الله. مشابقة. والوعد اللي خذيتوه مع سمير الجويلي. هل باش نراجعوا نشوفوا الامور نحن تو خاطر مازلت ما حكيتش مع سي محمد الجلاسي والوضعيه الجديده كيف هذا اش قالنا؟ قالنا باش يقعد. هي هو قال يلزمني نشوف معاه كرئيس جمعيه وكهيئه نشوف الوضعيه الجديده كيفاش تكون. في مقابلات منا هذا كل شيء وارد، قبلنا هدف مبكر في الدقائق الاولى كما كنا نسجلوا هدف في اول دقيقه في المقابله ما توفقناش نتيجه ارضيه الملعب. هذيك المقابله سيطرنا الشوط الثاني سيطره كليه على المقابله ما توفقناش، معنينا
كان باش نزيدو نخدمو باش نطوروا الفريق والموسم مازال طويل. غياب صالح مزال يأثر شويه على الفريق؟ والله يشوف احنا عندنا عدة غيابات وفريق ما انت اللي غيب منه عنصر ولا اثنين ما يلزموش يقف، دونك يلزم يعتمد على المجموعه واحنا قاعدين نعتمدوا على المجموعه. ربما غياب اثر شويه لكن المقابله هذه ماهيش مرهونه بغياب لاعب ولا اثنين.